أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هنا في منطقة ناوى شمالي السودان وقفت جيوش المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح وأرسلت دعائم أول مسجد بني في أرض السودان عام 31 للهجرة. يقال إن معاهدة البقط مع ملوك النوبة المسيحيين التي صانت للمسلمين والمسيحيين حقوقهم في الحماية وإقامة شعائرهم أبرمت في هذا المسجد، وينظر إلى هذا المكان اليوم كبوابة ومعبر لدخول الدين الإسلامي إلى جميع مناطق السودان ووسط إفريقيا. بالقرب منه بني مسجد آخر بعد أن تهدم جزء كبير من المسجد الأصلي الذي عانى الإهمال لدرجة أن الرمال كادت تمحوه من الوجود. نحن نأمل أنه تكون في صيانة عاجلة لهذا الأثر العظيم، خاصة وأن المنطقة طبعا هي منطقة صحراوية كما ترون، وفيها زحف صحراوي كبير. طبعا لما دخل عبد الله بن أبي السرح يحمل هذه الرسالة العظيمة وأصحابه الكرام، وكان لوجوده أثناء عقد الاتفاقية البقط بث الإسلام، ثم انتشر كذلك بحمد الله سبحانه وتعالى بعد حضورهم، وكذلك عبر دخول التجار العرب إلى هذه المنطقة. عند الضفة الغربية من النيل ترقد مدينة دنقلة العجوز، ومنها تطالعنا معالم أحد أعرق مساجدها الذي يعتقد أنه كان قصرا أو مجلسا لحكام مملكة المقرة المسيحية، ثم كان كنيسة فحول إلى مسجد أوائل القرن الثامن للهجرة. وبالقرب من المحراب علقت لوحة رخامية نقشت عليها بالعربية عبارات بهتت بفعل عوامل الزمن، يقول الباحثون إنها تشير إلى فتح قائد من المماليك يسمى سيف الدين الناصر لمدينة دنقلة، وتحويل هذا المكان إلى مسجد عام 713 للهجرة. سنة 717 سيف الدين عبد الله الناصر برشمبو في 16 من ربيع الأول سنة 1317 ميلادية، وفتحوا البلد دي في حرب، وصلوا فوق صلاة العصر في المكان اللي نحن الآن واقفين فيه ده، فاستمرت فوق الصلاة ما يقارب 500 عام، وتوقف السنة 68 باعتباره المسجد ما بيتحمل من المصلين. وقامت فرق من البعثات الأجنبية بترميم بعض أجزاء المسجد البالية، كما عنيت بإظهار بعض اللوحات المرسومة على جدران المبنى والتي تعود للعهد المسيحي. عصرت هذه المنطقة كل الديانات السماوية، فإضافة إلى هذه المساجد القديمة يوجد عدد من الكنائس والأديرة التي بنيت على أنقاض معابد فرعونية. فهنا تتجاور أضرحة أوائل المسلمين هذه ودور ومقابر الديانات الأخرى، ما يعكس تعايشا شهدته المنطقة التي شع منها نور الإسلام إلى أرجاء السودان. أحمد الرهيد، الجزيرة، من مدينة دنقلة العجوز شمالي السودان.